السلام عليكم ورحمه الله الخامسه في تونس اهلا بكم مشاهدينا الى اخبارها عاد التزود بالخبز بمناطق ولايه توزار الى نسقه الطبيعي اليوم بعد ان زودت المخابز بماده الفرينه اثر جوله تفقديه قامت بها مصالح الاداره الجهويه للتجاره صبيحه اليوم الجهه عرفت نقص ماده الخبز خلال اليومين الماضيين بسبب تسجيل نقص الفرينه خلال عطله الاسبوع بعدد من المخابز الوقوف في طوابير أمام جل المخابز بمدينة توزر أصبح المشهد البارز هذه الأيام حيث يضطر أغلب الحرفاء الانتظار لوقت غير معلوم للحصول على احتياجاتهم من مادة الخبز لنا يومين على الخبز على السميد على الزيس المواد الأساسية كل ما ثماش معاش ما اللي بوجود حتى شيء أمس أه بركة ثلاثة كوش فهمت نتعدى عليهم قلت أقل شيء عدد قدام الكوشة من 30 ل 35 واحد قدام الكوش فهمني هذا قبل ما يطلع الخبز نقص مادة الخبز وبعض المواد الأساسية الأخرى أصبح الشغل الشاغل للمواطن بجهة الجريد فارينة ما فهمش مخابز مسكرة الناس ازدحام إذا هذه مشكلة كبيرة راهو اليوم قوت المواطن ولا أصبح اليوم في كفة قوت المواطن اليوم المواطن ولا يشكو من قوته ويشكي من الامراض وفي الوباء والوضع الكارثي ذا في البلاد اذا اليوم على السلطه الجهويه والسلطه المركزيه ان تتحمل مسؤوليه في ذلك واوضح اصحاب المخابز والمهنيون ان التزود بماده الفرينه يشهد بعض الاضطرابات الا في بعض الظروف الاستثنائيه ولمده وجيزه الاشكاليه تاعنا وان تمثل في راس الشر يعني لو برومي لو ما نجموش يخرجونا على اساس وان القمح تاعهم ما يجي ما يوصلش للمعام توليش توليش والنقل مثلا نحيظل بعيد علينا يجينا كان الثالث تولي فيها ازم بالنسبه للروطار تاع الشهر هذايا جاتنا امس هي اللي هي نورمالمون ليله واحد تبدا عنا الفرينه مش ناخذ نبداو احنا بالنهار تاع الشهر معناها قعدنا نهار واحد ونهار اثنين معناها من غير فرينه الاداره الجهويه للتجاره وفي ردي على جمله تساؤلات المواطن اكدت ان ولايه توزر تتحصل على كافه حصصها من هذه المواد في ظروف عاديه وبالكميات المخصصه للجهه بروميي في فيفري مع حكاية العشرة متاع الليل بدات عملية توزيع من المطاحن كافة المخابز معناها لو دو برسك المخابز بكل عندهم فارينتهم يعني موجودة وبداوا يحاولوا فيها بقى ربما شوية تأخير اللي صار في التسليم الفارينة الكوشة معناها وزيد على ذلك معناها فما بعض المخابز اللي نهارتها معناها مسكر خاطر الراحه الاسبوعيه نتاعها مع تخوف لدى المواطن والله فربما ذاك الخلق شويه اضطراب نقص ماده الفرينه بولايه توزر وان كان ظرفيا فقد تسبب في تزايد مخاوف المواطن من تفاقم وتواصل هذه الازمه خاصه لما تشهده جهه الجريد من نقص حاد في عديد المواد الاساسيه والحيويه التي تهم قفه المواطن سعياً إلى الضغط على الأسعار وضمان انتظامية التزويد. والتصدي لتهريب والتجاره الموازيه تكثف ادارات التجاره الجهويه حملات المراقبه ففي ولايه بنزرت تم امس تحرير 58 محضر مخالفه وحجز 84 لترا من الزيت المدعم و41 وحده من المواد الغذائيه التي تمت اعاده ضخها ضمن المسالك القانونيه. اما في ولايه سيليانه فقد سجلت فرق المراقبه الاقتصاديه 105 مخالفات اقتصاديه خلال النصف الثاني من شهر جانفي المنقضي كما اسفرت عمليات المراقبة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بولاية مدنين أمس خلال حصص مراقبة المسائية على الطرقات أسفرت عن حجز خمسة أطنان من الكسكسي والعجين الغذائي والفرينة وثلاثين ألف بيضة تمت إعادة ضخها بمسالك التوزيع المنظمة بهدف تعديل السوق وضمان انتظامية التزود ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك المسجل نهايه 21 و2000 في تونس سيتواصل لفتره اطول مما كان متوقعا قبلا كما فاد به مجلس اداره البنك المركزي التونسي الخميس لافتا في بيان اصداره عقب اجتماعه امس الاربعاء الى ان الضغوط على مستوى اهم مكونات الاسعار مرتفعه ما يدفع بالتضخم نحو مستويات عاليه نسبيا على المدى المتوسط. مرجعا هذا الارتفاع إلى تصاعد الأسعار العالمية سيما منها المواد المورده وتوجه نحو تحكم في نفقات الدعم فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية التضخم واصل وفق البنك المركزي مساره التصاعدي ليقفل سنة 21 و 2000 في مستوى 6.6% مقابل 6.4% في نوفمبر 21 و 2000 و 4.9% سنة 20 والفينا في شان آخر تروم مسابقة أحسن زيت زيتون البكر الممتاز في دورتها الرابعة إلى تقديم زيوت الزيت أو زيوت الزيتونة التونسية البكر الممتازة وتعريف المستهلكين بخصائصها والترويج لها من خلال حصص التذوق فضلا عن تشجيع منتجي الزيوت لتسويق منتجاتهم. دورة رابعة إذا من مسابقة أفضل زيت زيتون البكر الممتاز أقيمت اليوم الخميس بفضاء معهد الزيتونة بصفاقس بتنظيم مشترك بين جمعية تونس الزيتونة ومعهد الزيتونة ضمن فعاليات دورة رابعة من المهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس تقام من الثاني عشر إلى السابع عشر من مارس القادم هذه هي فعالية الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية لأحسن زيت زيتون البكر ممتاز أحدي الصمت هنا يتم اختيار أفضل الزيوت تونسية من بين ستين نوعا مشاركا وفق معايير علمية مضبوطة زيوت من جميع بريسك الجهات معناها من قفصة من الشمال من الكيف من صفاقس في عديد المواقع في صفاقس الجغرافية خاطر احنا هو الصنف راهو صحيح معناتها يأثر أكثر على التركيبة الكيميائية والحسية ولكن أيضا الموقع الجغرافي معناها لانديكاسيون جيوغرافيك وهيك علاش تويكا موجود توا زيوت حاملة لعلامات الجودة مثلا زيوت حاملة لعلامات جودة الموقع الجغرافي. الزيت الباهي هو فيه صفات إيجابية والصفات الإيجابية الفيشه تتمثل تتمثل في الثمر نتاع الزيتون وفي المراره وفي الحراره نتاع الزيت وبالنسبه للزيت بي نيجاتيف معناها السلبيات هو مثلا الزيتون متعفن زيتون معناها فيه الشوائب فيه في دف... في المستهلك يبحث عن الجودة ويحبذ زيت الزيتون البكر لذا عليه أن يتعلم تذوق زيوت الزيتون التونسية ليفرق بين مختلف الأنواع ومدينة صفاقس هي وجهة ممتازة لمثل هذه المسابقات الخاصة بتذوق زيت الزيتون <applause> هذه المسابقة تهدف إلى تقديم أصناف الزيت التونسي البكر أحادي صنف وتعريف المستهلك بخصائصها اضافه الى تشجيع المنتج على الترويج لها نحبوا نروجوا معناتها لزيوتنا نشجعوا ايضا على انه خاطر توا برشا جاونا هما عندهم معناها الدونتيتي نتاعهم الكل وهذه حاجه خارقه العادة معني عملوا ديجا الدبوسه ويبيعوا معناها معلب وحنا ماذا بينا اترافيغ زاد المسابقه هذه نشجعوا على تعليب معناها الزيوت التونسيه تعرف اللي انت احنا نسبه عندنا مايش كبيره في تونس الى حد الان زلنا قرابه 10% بركة يمشي معلب يتمتع زيت الزيتون التونسي بسمعه عالميه وايضا تطور ومواكبه لاحدث في المواصفات وهذا ما يشدنا لل... لننهل من المعرفه والعلم في تونس الخضراء وهناك زيت الزيتون من الأصناف التونسية المعروفة الشبلالي والشتوي وفعلا خصائص جدا قوية ونفخر بها نحب نميزوهم ونخليه كل نوعية عندها الخصائص متاحة الخصائص نلقاها في الشملالي ما في الشتوي خصائص نلقاها في الشتوي ما مثلا في الوسلاتي كل زيت واحد احنا نشجعوا على المونوفريتال ونشجعوا زيت نتاعنا احنا نتاع تونس معناها السبيسيفيك نتاع تونس سبيسيفيك نتاع تونس التنوع في زيت الزيتون التونسي وقدرة شجرة الزيتون على التكيف مع الخصائص الجغرافية التي تغرس فيها يجعل من هذه الزيوت ذات قيمة اقتصادية وحضارية كبيرة في حال فتحت مسارات جديدة للمراهنة على هذا التنوع في جديد الوضع الوبائي تسعة عشره وفاه وسته الاف وخمسمائه واحدى وستين اصابه جديده بكورونا احصتها وزاره الصحه بتاريخ غره فيفريا الجاري لتبلغ نسبه التحاليل الايجابيه ثلاثا وثلاثين فاصلة ثمانيه وخمسين بالمائه وفي ظل تزايد الطلب على اجهزه التنفس الاصطناعي ببعض الجهات، تمكنت شبكه غصن الزيتون للجمعيات التنمويه بدعم من دوله الكويت، تمكنت من توفير 240 جهاز تنفس اصطناعي ذي سعه عشره لترات، قصد توزيعها على عدد من ولايات الجمهوريه، ضمن جهود المجتمع المدني الراميه الى تعزيز الجهود الوطنيه في مكافحه الجائحه. في اطار معضلة مجهودات الدوله في توفير شروط الحياه فما بالك بالمجال الصحي وحتى يقوم المشعر المدني بدوره في مواجهه هذه الجائحه نجحت الشبكه بتمويل من الامانه العامه للاوقاف وتحت اشراف الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه بدوله الكويت الشقيقه بتوفير 240 اله نفس ذات سعة 10 لتر وتنزيل المبدا التمييزي الايجابي كانت اول مصافحه يوم الاثنين بولايه سيدي بوزيد وفي المساء كان في ولاية قصرين واليوم بين أهلنا في ولاية مدنين وفي المساء في ولاية جبس يوم الجمعة في باجة والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل المسيرة متاعنا في توصيل هذه الآلات لولاية باجة المهدية وصفاقس أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم بفتح محضر عدلي لتحري ملابسات تعرض عون امن مكلف بحراسة فرع بنكي في معتمدية سبيبة الى محاولة طعن باله حادة من قبل شاب لاذ بالفرار وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض نويوي وقد اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة في تصريح اعلامي ان الابحاث ما تزال جارية للتعرف على هوية المعتدي إذن أنه لا يمكن التأكيد أن كانت العملية ذات صبغة إرهابية من عدمها في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة دعت الوكالة الفنية للنقل البري المتحصلين على شهادات فحص فني تنتهي صلاحيتها أشهر مارس وأفريل وماي 22 و أو شارفت على الانتهاء دعتهم إلى حجز موعد على موقعها الإلكتروني وتقيد به تفاديا لأي اكتظاظ محتمل الوكالة شددت على أن دعوتها إلى الحجز والتقيد بالمواعيد معالجة استباقية لفترة الذروة التي قد تشهدها مراكز الفحص الفني خلال الأشهر القادمة من خلال توزيع الطلبات على كامل فترات السنة وحثت أصحاب العربات على التثبت في تاريخ انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني والقيام بعملية الحجز المسبق قبل تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة بمدة كافية تأخذ بعين الاعتبار الأجال المعروضة عادة من قبل هذه المراكز خلال هذه الفترة التي تشهد تقلص النشاط بوضوح اعتماد المهارة الفردية يدفعها حب فن نجارة الخشب جعل الابن والوالد يطوران المنتوج الحرفي التقليدي من مادة الخشب والمثال يأتينا من قرية الكنايس حيث سيف والده صالح بالحاج عثمان يقدمان نموذجا عن إتقان الحرفة سيف بالحاج عثمان شاب أصيل قرية الكنيس اختار فن النجارة التي أحبها منذ صغري فتقاسم الورشة مع والده ليقضي طوال ساعاته اليومية هنا تتلون ملابسه بغبار نجارة خشب الزيتين واللوز والإجاس بابا هو اللي زرعها في المهنة هذه أو نقول الفن هذا هو اللي زرعه فيه مليان صغير حببني فيه فبشوية بشوية ديما نخدم معه في العطل ديما معاه في الجراج لنا حتى كي كبرت ما كملتش قرايتي وشددت في الصنعه هذه عندي تو دبلومي نجم نخدم نعمل ديكوراسيون نعمل اي حاجه ولا عندي بعد نظر في الخدمه بتاعي نجم نتخيل الحاجه قبل ما تتصنع فنجارة الخشب تعتبر من الفنون الجميلة التي تعلمها واكتسب تقنياتها من أبيه الفنان والمبدع هو يلزم الإنسان الحرفي يكون عنده خيال الخيال هذا يجسمه بديه ويولي واقع يعني الولي القطايع البرة وهو الاصعب اصعب لانه القطايع تولي بارزه كما نقولوا قوس بتاع الدار العربي يولي القوس خارج البرة وخارج زو سانتي ثلاثه سانتي ومع دق دقات ومع الباب ومع الجرب تكي مع جنب الباب الدكانه كل شيء كل واحد عنده طريقه نتاعو في خدمه في انتاج التحفه القطعه هذيك كل واحد يمر بمراحل مش كيما يفكر فيها هو كيما نفكر فيها اني معناها اني يعني ما نقلدوش في الخدمه نتاعو حتى يعطيني فكره اني يعني نمشي بفكرتي يعني نمشي بفكرته مثلا نقع يعني افكار باش نجم نصنع القطعه هذيك في في اقل من وقت هو مثلا في في النظره نتاعي اني يعني مش كيما نظره الوالد سيف ووالده اعتمد في عملهما على المهاره الفرديه والذهنيه واليدويه يطوران ويتقنان حرفة باستخدام المواد الأولية المتوفرة في الغابات والحقول دورة ثانية من البطولة الوطنية للمطالعة تنتظم من الخامس من فبراير الجاري إلى شهر نوفمبر القادم كما أعلنته إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية في ندوة صحفية عقدتها اليوم كشفت خلالها شروط المشاركة في مسابقة البطولة الوطنية للمطالعة ومراحلها مراحل المسابقة تبدأ بالتصفيات المحلية وتتواصل حتى الخامس من أوت القادم ليوزع المشاركون على ست فئات عمرية مع اشتراط تنوع اللغات وينبغي على كل مترشح أن يقدم ملخصا لكل كتاب أتم قراءته في دفتة المطالعة المخصص له المترشحون يحتكمون إلى لجنة علمية جهوية تنبثق عنها لجان علمية محلية تتكون جميعها من مربين وكتاب وناشطين ثقافيين يؤثثون بطولة وطنية للمطالعة هي حلم أو هي حلم جزء كبير من التونسيين كما قال مدير المطالعة العمومية إلياس الرابحي حلم تبسط أجنحة أفوقه وزارات التربية والعدل والأسرة والبرأة والطفولة وكبار السن الى هنا ينتهي الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام في أمان الله